الأجواء المشحونة بعض الشيء، وشهدنا ذلك في الأسابيع الأخيرة، هي أيضا نتاج لقرارات ترامب الداعمة لإسرائيل. انظر، دوما يمكن أن نتهم أطراف كذا أو تلك، هذا أمر سهل، لعبة اللوم أو إلقاء باللائمة. ولكن حاليا إدارة ترامب حتى الآن لم تعلن عن خطة السلام التي يدور الحديث عنها منذ أكثر من عام، وحتى الآن عاد عن بعض الخطوات كالاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل. لم تكن هناك أي خطوات ذات أهمية، وأذكرك أنه في تصريح ترامب عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ترك فتحة بالنسبة للمكانة النهائية للأماكن المقدسة، ترك هذا الأمر مفتوحا، لذلك فإن الأمر ليس منتهيا وليس مغلقا بوجه المفاوضات بين طرفين. محاولة البحث دوما عن من نلومه بدل البحث عن حلولا في قطاع غزة، إذ أن المسؤولين عن الوضع في قطاع غزة ليس فقط إسرائيل وإنما أيضا حركة حماس ومصر، ويجب الوجود البحث عن حلول لقطاع غزة، ولا يمكن أن ندفع هذه الحلول فقط باتجاه إسرائيل، لأن مصر مسؤولة أيضا عن الحصار في كما نعرف في قطاع غزة، وأن الإدارة الفاشلة من قبل حركة حماس، ونعرف ما تفعله حركة حماس منذ 10 أعوام في حركة غزة، ويجب أن نجند المجتمع الدولي كي نحل بشكل جزئي أزمة قطاع غزة. مشكلة غزة ما هيش مشكلة اقتصادية، مشكلة غزة هي مشكلة سياسية تكمن في إنهاء الاحتلال، وإنهاء الاحتلال في غزة لا ينفصل عن إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية. ترامب إجا بده يعمل حرب، ترامب بده يبيع أسلحة، بده يدمر العالم. صفقة القرن اللي بيحكي عنها هي زي ما قال أبو مازن صفعة القرن، لأنه هذا الزلمة واضح جدا أنه ينحاز 100% إلى جانب المطالب الإسرائيلية. يعني أنا أتخيل لو نتنياهو كان محل ترامب يمكن يكون أكثر اعتدالا من ترامب. فرئيس أمريكي بهذا الشكل لم نعهد من قبل، ولا يمكن أن نتوقع أنه مثل هذا الرئيس يستطيع أن يأتي بسلام وبخطة سلام.